بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا لكل خير. اللهم بارك في علمائنا ومشايخنا وكل من علمنا خيرا. اللهم اجزهم أفضل ما تجزي بعبادك الصالحين، واحشرنا وإياهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وأيده بنصرك المبين يا رب العالمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة وتتوفنا وأنت راض عنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقرأ الفاتحة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الاقتداء به الكامل به صورة وسيرة وسريرة، ونسأل الله أن يرزقنا من بركاته وبركات سنته صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتحة إلى والد المؤلف سيدنا محمد نجيب سراج الدين رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به في الدارين، آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب سيدي عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه، ونسأل الله أن ينفعنا به بعلومه في الدارين، آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتحة للحاضرين والحاضرات، وبنية أن دفع كل شر وجلب كل خير، وبنية الاستقامة في الأمور كلها، بنية زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لكل خير، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما. نواصل في كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمؤلفه الشيخ المحدث المفسر العلامة سيدي عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبشيوخنا في الدارين، آمين. وما زلنا في باب أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى قول المؤلف: ويتجلى لك كمال عقله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسعة فكره في جميع قضاياه وأعماله وأقواله وأحواله، ونحن نذكر لك أطرافا موجزة هي قطرة من بحره صلى الله عليه وسلم. أولا، إن مواجهته صلى الله عليه وسلم للعالم الذي انتشرت الجاهلية الجهلاء في جميع طبقاته وملله عربهم وعجمهم، حتى إنهم ضلت عقولهم وجهلوا دينهم وصاروا يعبدون أوثانا وأحجارا نحتتها أيديهم، وربما صنع أحدهم صنما صغيرا من تمر أو عجوة فعبده مدة مديدة حتى إذا جاع أكله، يأكل الإله متاعه معنا. فمواجهة هذه العقلية الصخرة المتحجرة المنحرفة وتحويلها إلى عقلية لطيفة سليمة صائبة لهو أمر كبير يحتاج إلى عقل رجيح وفكر صحيح وقوة بيان وفصاحة لسان وبرهان ساطع ودليل قاطع وتحمل وأنات وحلم وصفح وعلم واسع بمختلف الحجج وأنواع الأساليب. تشوفوا احنا الآن احنا مسلمين، وش نعانيهم العصاة، وش نعانيهم الناس معناها أصحاب الشبهات، وشوف قداش معناها تحكي وتحاجج ويجعل. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مجتمع معناها لدين لملة أصلا، احنا سما أسهل خاطر فما غطاء الدين، الناس تعرف الدين معناها ترد للدين، فما الناس برشا ترجع يفيق على روح. لكن تخيلوا فما جاء جماعة معناها بلدين لملة
فبالطبيعة هذا أمر يحتاج إلى عقل راجح وإلى حجج كبيرة ومقنعة حتى يقتنعوا بما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان كفء لذلك بطبيعة الحال سيد الكمل. قال: ولا ريب أن جميع ذلك كان بتعاليم أحكم الحاكمين وبوحي رب العالمين، فإنه سبحانه هو الذي خط له طريق الدعوة وبين له أساليبها وأوضح له مناهجها ليسير عليها، كما قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولكن التعاليم الإلهية والإيحاءات الربانية لا بد لها من عقل كبير مشرق منير قد أعد الله تعالى لحملها ثم تطبيقها وتنزيلها في منازلها اللائقة بها، فإن الناس تتفاوت مراتبهم، فمنهم من إذا عرضت عليه الحكمة سلم لها واستسلم لأمرها، ومنهم من أخذت بنفسه الشهوات المفرطة ما أخذها فيحتاج إلى وعظ وتذكير بسوء ما يعمل وعواقب ما يقترف، ومنهم من تسلطت على قلبه الشبهات الاعتقادية الفاسدة فهو يحتاج إلى ما يزيلها من قلبه بالحجج القاطعة والجدل بالتي هي أحسن. ولذا نوع الله تعالى أساليب الدعوة لأن كل أسلوب له موقعه وأثره وموضعه، ومن هنا يعلم يقينا أن أعقل العقلاء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى ثلاثة أصناف بشر، هناك من تكلموا يفهم مرة الأولى، هناك من تكلموا تعرض عليه معنى الطاعة وكل ما يتبع دين تحت يحتاج وعظ مرة الأولى مرة ثانية مرة ثالثة ويسمع في الأخر غالبته شهوات شوية لكن يرجع، وفيه من مكسح رأسه صحيح وما يفهم كان تعاود مرة الأولى مرة ثانية مرة ثالثة ودليل قاطع ودليل كذا أول وثاني وثالث ويجعله يخلط الشيء يفهم. فثلاثة أصناف عادة في البشر لما تدعوه إلى فكرة ثلاثة أصناف في الإجابة حيث الإجابة. قال ثانيا الوجه الثاني لبيان أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعقل العقلاء على الإطلاق. قال ثانيا: إن من تأمل في أساليب حجته على عبدة الأوثان، ومن نظر في أدلته على اليهود والنصارى وإلزامهم الحجة وأفحامهم وإلقامهم حجر الخذلان، تراءت له إشعاعات من عقليته الكبرى صلى الله عليه وسلم، وأيقن أن عقله صلى الله عليه وسلم أكمل العقول وأعلاها وأوسعها وأفضلها. فهذا حسين والد عمران، سيدنا عمران بن حسين هذا صحابي. قال: فهذا حسين والد عمران الذي يعبد سبعة أصنام في الأرض ويرى أنها آلهة وكان معظما في قريش، فجاءوا إليه وقالوا له: كلم لنا نعم. قال: فهذا حسين والد عمران الذي يعبد سبعة أصنام في الأرض، عنده سبعة أصنام يعبد فيهم في الأرض ويرى أنها آلهة، وكان معظما في قريش، فجاءوا إليه وقالوا لهم: كلم لنا هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. وجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أوسعوا للشيخ أي كبير السن وهو حسين، من باب توقير الشيبة. فقال حسين، طب هذا حسين رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، فهو عنده أصنام يعبد فيها، ثم جاء قريش قالوا له: امشي للنبي صلى الله عليه وسلم اقنعه باش يترك الدعوة ويخلينا مرتاحين رايضين. فقال حسين: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهة وتذكرهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: سبعا في الأرض وواحد في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا مسك الضر من تدعو؟ فقال حسين: أدعو الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا هلك المال من تدعو؟ فقال حسين: أدعو الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ فقال حسين: لا واحدة من هاتين.
فقال صلى الله عليه وسلم: يا حسين أسلم تسلم. فقال: إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ فقال: قل: اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقال حسين: فلم يقم حتى أسلم. فقام إليه عمران ابنه فقبل رأسه ويديه ورجليه، ولد واحد حاضر بحذاه سيدنا عمران. قال: فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكى، وقال: بكيت من صنيع عمران ابنه. دخل حسين أبوه وكافر، فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه، فدخل من ذلك الرقة. قال: وقت دخل سيدنا حسين ابن موجود ابن مسلم صحابي وقت أسلم، قال: لما دخل ما غزلوش أصلا، كافر وكافر معناها ما فماش حتى من حيث القرابة الدموية، تكون معناها قرابة ليست بالقوية بالمقارنة مع قرابة الدين. قال: فلما دخل ما عرفش، ما عطاش حتى اهتمام. قال: وقت لا أسلم ترمى عليه وباسه، أنا باش يعطي حق الوالد المسلم، يعني فما حق الكافر وحق سطحي معناه خفيف، تعاملوا بالتي أحسن، ما تضروش ما تظلموش، ولكن كي يبدأ مسلم أكثر برش. فلذلك سيدنا عمران لما دخل بوه كافر معناه عادي، ما حد شيء، كانوا إنسان عادي لأنه على الكفر، والصحابة يعرفوا شنو معناها، يعرفوا أن القرابة والأخوة الحقيقية في الدين. ولذلك هناك حتى في الحرب من يواجه أباه، وهو كافر وهو مسلم ويواجه. قال: فلما سيدنا عمران أسلم سيدنا حسين مباشرة رماه وقبله، قال: قبل رأسه ويديه ورجليه. قال: فلما أراد حسين أن يخرج قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فشيعوا إلى منزله، أي إكراما له. قال: برمشي توا هذا الراجل أسلم وراجل كبير شوية، قال: بروصلوا لدار إكراما له. قال: فلما خرج من سدة الباب رأته قريش وقد أسلم، فقالوا صبأ وتفرقوا عنه. معدم هو صبأ معناه ترك الدين متاعه، قولوا صبأ معناه هذايا، قولوا احنا بلغتنا فسد، صغير فسد، هذه يقصد بها صبأ فسد. قال: وانظر في اسلوب حجته صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يطلب منه ان يرخص له بالزنا. لو شفت وقت اللي قالوا انت ايش تعبت؟ قالوا: عندي سبع اصنام في الارض واله في السماء. بطبيعه المبتدعه يجيب هذا الحديث يقول لك هذا حديث يدل الله في السماء، حديث قال يدل الله في السماء، ولكن بطبيعة الأحمق والغبي لا يفهم مثل هذه الأمور، يفهمها إلا العلماء وما يقيلها إلا العالمون. فهو من حيث بيش يميز مع الآلة في الأرض يقول هذه في آلة في الأرض، والله يقول هذا في السماء، أي في السماء بطبيعة السماء يقصد بها السماء الحسية، يقصد بها الرفعة للسمو. فهذا بيش يميز معناه الله في السماء، هو يقصد الله سبحانه وتعالى الذي عرشه في السماء. فلذلك ليس فيها أي معنى من هذا المعاني، وهذا الحديث أصلا هو مش مجعول بشي يبين مسألة تتعلق بالله في السماء وما ليس في السماء، بل هو يبين قالوا عندي سبع آلة في الأرض وآلة إله في السماء، يريد أن يقصد به الله سبحانه وتعالى لا غير. فيجي المبتدع يقول لك هذا يدليل عن الله في السماء، معنى في السماء في وسط السماء، في السماء الحسية معنى. طبيعة هذا دليل على فساد عقولهم، احنا كمو مسألة العقل تو أهمية العقل، هذا كدليل على فساد عقولهم. فلما فكر هذا الصحابي لكن على الكفر، قالوا شكون تدعي وقت تشد كبس على الآخر؟ قالوا ندعي في السماء. هي قالوا ما الوه الغريب، شنو شي مصلحته حتى فايده؟ طب الاخرين يعملوا في حد شيء، الوه تخلي فيها هكا اقرب ولا اسلم، عرف انه ما ينفع ولا يضر حد شيء، ما عنده حد شيء. قالوا طب انت كي تجي وقت الحاجه بالحق تكبس تمشي للسماء، علاش تشد في مالف جماعه نتاع الارض ضم الاصنام؟ فاسلم معناها فكر بعقلانيه واسلم.
قال وانظر في أسلوب حجته صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء يطلب منه أن يرخص له بالزنا، كما ورد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم جاء رجل يستأذنه في الزنا فقال له صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يزني الناس بأمك؟ فقال: لا. فقال: وكذلك الناس يكرهون. أترضى أن يزني الناس بأختك؟ فقال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس يكرهون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يزني الناس بابنتك؟ فقال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس يكرهون. فقال: يا رسول الله، أشهدك أني أشهدك أنني تبت من الزنا. شفتك جاب حجة واضحة، أنا حاجة بسيطة برش. قال: فانظر في لطافة هذا الأسلوب في الحجة ودقتها وقوة تأثيرها في النفوس. أنا جاب قال: تحب على الزنا؟ قال: تحب شمك يزنى به؟ قالوا: لا. أختك؟ لا. ابنك؟ لا. قالوا: أنت مش تزنى، واحنا مش تكون إما أم أو أخت أو ابنة، فعلاش أنت تحبش حاجة عليك وتحب على غيرك؟ اسكت أصل معناها. وقال: تبت من الزنا وطلب النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له، فدعا له أن الله يصرف عنه الزنا. فمنذ ذلك الدعاء لم يفكر أصلا في مسألة الزنا. فهذا معناه أسلوب أيضا متاع حكمة ورجاحة عقل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثالثا، الوجه الثالث من أدلة أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن حسن تأليفه صلى الله عليه وسلم بين قومه الذين كانوا أشتاتا منقسمين على بعضهم، ورفعوا الخلاف من بينهم، وأبعاده إياهم عن الشحناء والبغضاء، لا سيما في محاز الاختلافات ومثار العصبيات والقبليات، إن هذا من أكبر الشواهد على سعة عقله صلى الله عليه وسلم وسمو فكره. وإليك حادثة وضع الحجر الأسود في موضعه، وتنازع قبائل العرب وتنافسهم، وتزاحمهم على ذلك حتى هموا ببعضهم، هم بالقتال، فلم يخرجهم من ذلك إلا رأيه السديد صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم أصبحوا راضين، وكان ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وله من العمر 35 سنة. هذه الحادثة صارت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، رجاحة عقلي ليست بعد النمو فقط بل منذ ولادته. قال: وذلك أن قريشا لما جدت بناء الكعبة تنازعوا في رفع الحجر الأسود، صار فيضان كبير الكعبة في مكة، والكعبة تهدت سقطت، فبدأوا القريش جدوا البناء، وآخر حاجة شنو يحطوا الحجر الأسود مكاني، فتنازعوا كل واحد يقول أنا نحطه، وتنافسوا رجاء أن تنال كل قبيلة شرف رفعه ووضعه في موضعه، وعظم القيل والقال بينهم. ثم إنهم قالوا وصلوا حتى مش يتقاتلوا، بدأوا وصلوا لآخر لحظة مش يتقاتلوا، مش يمدوا السيوف يتقاتلوا على شكون يضع الحجر الأسود في مكانه. بعد فيهم ديما المجموعة واحد رشيد نوع عنده شوية من الرشد كبير، قال: ثم أنهم قالوا: نحكم أول داخل من باب بني شيبة. واحد منهم قالوا: يا جماعة علاش تعاركوا كل نعمل هكا، نعمل حل وسط محايد، أو ما يدخل من باب هذا هو يحكم بيناته، هو يحكم بيناته مش نعمل. فكان صلى الله عليه وسلم أول من دخل منه، فأخبروه من حسن حظهم. قال: فأمر صلى الله عليه وسلم بثوب فجيء به، قعد يخمم لهم ويعمل في جلسات ومجلس الأمم المتحدة ومجلس جامعة الدول العربية ويحكيهم بيطلب كلام فارغ، لا بالوقت. قال لهم: فأمر صلى الله عليه وسلم بثوب فجيء به، فوضع الحجر وسط الثوب، وأمر كل فاخذ من أفخاذ العرب أي كل رئيس قبيلة أن يأخذ بطرف من الثوب أي بجانب منه، فرفعوه كلهم، فلما أنهوا إلى مقره أخذه صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده في موضعه. والدنيا كله فات، كل حرب الكبيرة مش تصير، كله فات في أقل من درج. جاب ثوب قال: ما يكون له رئيس قبيلة يشد من بلاس، هانك هزيتوا كل مبعضكم، كل هزيتوا، وصلوا البلاس بالضبط، هزوا النبي صلى الله عليه وسلم وحطوا بيده، هو أولى به. قال: فانظر كيف سلك بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الإنصاف ليرفع من بينهم الخلاف. رجعوا فرحين مسرورين. رابعا، ومن أعظم ما يدل على أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم وفرط ذكائه مواقفه اليقظة مع المتصدين له بالعداوة، وأخذه بأنواع الحذر منهم، ورده مكرهم عليهم، ويظهر ذلك في الوقائع معهم. ونقدم إليك نماذج موجزة. أولا،
أخذوا بأسباب التحفظ من مكر وخديعتهم، كما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، أي حين قدم المدينة، فقيل له صلى الله عليه وسلم: هذا من بني النجار وقد قرأ 17 سورة. فقرأت عليه صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، فقال لي صلى الله عليه وسلم: تعلم كتاب يهود، أي كتابتهم ولغتهم، فإني ما آمنهم على كتابي. سيدنا زيد بن ثابت معروف في القرآن، وهو من كبار القراء في الصحابة. فلما جاء سيدنا محمد إلى المدينة، فقالوا له: راه زيد بن ثابت يحفظ صور باهي، معناها إنسان باهي فينا، معناها عنده حرص وكله يحفظ القرآن، كيما حنا يجي واحد حافظ 60 حزب، الناس تقول ما شاء الله هذا هو حافظ 60 حزب، على السماء أنه معناه من أنه ثقة أنه كذا لأنه حافظ كتاب الله. ولكن للأسف توا ما عادش ميزة هذه حفظ القرآن في زمن الآن، لابد تثبت في أخلاقه وفي تصرفاته قبل. ففي تلك الفترة قالوا له زيد بن ثابت من أقرأ الناس منا ويحفظ 17 سورة. قال: فقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعني. فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم حفظه، وحسوا معناه إنسان متمكن ومركز مع القرآن ويعرفش يحفظ وكيفاش ينطق إلى آخره. فلما رأى فيه الذكاء قالوا: تعلم لغة اليهود. قال واحد نحبوا نتعلم لغة اليهود باش نأمروا مكرهم، باش معناها نعرف كيفاش يحكيوا علينا إلى آخره. قال: فقال زيد: ففعلت، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته. وقداش تعلم؟ قعد نصف شهر حفظ اللغة أكثر من اليهود، ولا يعرف خير من اليهود. قال: فكنت أكتب له إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له صلى الله عليه وسلم. وليتني سفير، معناها ولا سفير. قال كي يقولوا لي مش شبعثوا رسالة، قال كي يبعثها نقرأها لي بالعبرية باللغة السريانية، قال نقرأها لوان. وإذا النبي شبعث لهم صلى الله عليه وسلم رسالة بدعوة إلى الله إلى آخره، قال نكتب لهم أنا. فنصف شهر فقط، خاطر توي يقول لك ساعات فما كتب يقول لك تعلم اللغة في 6 أيام 7 أيام. تتعلم صباح الخير عسلامة بسلامة وكليت وشربت ورقتك هاو 5 كلمات حتى شيء، ما يجيش واحد على 1000 من لغة. لكن هذا تعلم لغة حدقته، تعلم اللغة اليهودية في نصف شهر ركاو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال في الإصابة: أي صحابي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم لغة نصف شهر ركاو يرجع حافظ لغة كاملة، تاع القبائل والملوك اللي عندهم لغة أخرى كيما الرومان وكيما عن الروم وغيرهم، فنصف شهر يتعلم كل شيء. وقال في الإصابة: ورويناه في مسند عبد بن حميد من طريق ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا أو ينقصوا، فتعلم السريانية. قال بعث لهم مني رسائل دعوة الله، لكن ما نعرفش هما كي معناها تصرفهم موقفهم من هذه الأمور، فأريد أن نتعلم اللغة نتاعهم اللي هي السريانية، ومنها تطلع العبرية وما يتبعها. قال زيد: فتعلمتها في 17 يوما، نصف شهر تقريبا. وفي خطط المقريزي كتابة السريانية قديمة لها أصل في السنة، فقد أخرج أبو بكر وعبد الله بن أبي داود في كتاب المصاحف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية أو قال السريانية؟ فقلت: نعم. فتعلمتها في 17 ليلة. فقد أمر صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية ليكاتب اليهود بلغتهم، وليأمن تلاعبهم في المكاتبات ولغير ذلك. ومن ثم قيل: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. هنا لماذا يبعث رسائل ساعات فيها سب وشتم؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم شكون هو أمين باش يقرأ الرسائل باش معنا ما تنتشر في المسلمين، ولا يجيبوا شبهات يحطوا فيها شبهات رسالة وحط فيها شبهات كما توا عندي في الانترنت تحل تلقى كان الشبهات. فلذلك كان سيدنا زيد بن ثابت ويقرأ كل رسالة إذا فيها أي شبهة يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا كذا باش يرد عليهم إذا كان فما رد، ولا باش ينبههم وحتى ما تنتشرش وسط الصحابة وسط المسلمين، لأنه يعني مش كل الصحابة بحث النبي صلى الله عليه وسلم دائما، تجم واحد يجي شبهة ويبدأ بعيد يقع بك الشبهة هذيك مشكلة كبيرة تولي. ثانيا، إرسال صلى الله عليه وسلم من يكشف عن عدد العدو وعدته وأساليبه في معرفة ذلك. فقد روى أبو داود الطيالسي وابن راهويه
وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم بدر عليا كرم الله تعالى وجهه والزبير وسعد بن مالك في نفر إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر عن العدو عددهم وعدتهم، فأصابوا راوية لقريش فيها غلام أي عبد المملوك لبني الحجاج وغلام لبني العاص، فجعلوا يسألونهما عن عدد المشرك عدد القوم المشركين، فطفق يقولان العدد كثير، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما سلم قال أخبران عن قريش، فقال هم وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدد القصوى، فقال صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ فقال كثير، فقال صلى الله عليه وسلم ما عدتهم؟ قال ما ندري. يحب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف العدد تقريبا، فهم قالوا برشا، أعطوش العدد، قال لهم العدة متاحهم، قال ما عندناش فكرة. فقال أسمع، فقال صلى الله عليه وسلم كم ينحرون أي من الإبل كل يوم؟ فقال يوما تسعا ويوما عشرا. قد يشفعوا من الجمل؟ قال مرة يذبحوا تسعة مرة عشرة، خاطر العبيد يدخلهم فك الذبيحة وفك السلخ وفك، فراح ضر عليهم معنى كيف يشذبهم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابي القوم أي العدو بين 900 و1000، وكان الأمر كذلك، المشركين 1000 وغزوة بدر 950 بعد نقول 950، فلما عرفهم يذبحوا مرة تسعة مرة عشرة عرف أن العدد بين 900 و1000، لأنه يعني في العادة الناقة لمئة شخص، فشوفتوا كشباب بذكاء شديد صلى الله عليه وسلم عرف العدد نتاعه من قديش يذبحوا من الناقة. ثم إرساله صلى الله عليه وسلم من يكشف له عن خبر الأعداء، هذه الناحية الثالثة فيما يتعلق بذكاء صلى الله عليه وسلم على العدو، إرساله صلى الله عليه وسلم من يكشف له عن خبر الأعداء من طريق خفي الحال والقال، ومن ذلك إرسال حذيفة يوم الأحزاب وقوله أو قوله يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدث شيئا حتى تأتينا، وفي رواية اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى تأتينا. في غزوة الأحزاب قالوا اقرب من الكفار وحاول تشوف ايش قاعدين يعملوا ايش قاعدين يقولوا، فسيدنا حذيفة قرب هكا، فهي الدنيا ظلمة وقت وصل حتى المعسكر متاع الكفار وبدأ يتصنط وراء حجرة وقاعد يسمع فيها فيش يقولوا، قال شفت واحد منهم، قال لي أبو سفيان ما أظن، قال شفته قدامي، قال مدت السهم متاعي مش نضربه مش نقتله قدامي من قائد من قواتهم على الأحزاب، قال مديت وبعد فكرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال ما تعمل حتى شيء غير أنك تنصت عليها، قال رجعت سهمي لبلاصته، قال قدامي نضرب ونقتله طول أبو سفيان وقت على ما أظن، ولا قال من قواد الحرب في غزوة الأحزاب. فبعد ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم تعمل حتى شيء، قال رجعت السهم وقعدت برك نسمعك وفاش يقول. رابعا إرساله صلى الله عليه وسلم من يخذل بين صفوف أعدائه مخادعة لهم، واختيار الرجل المناسب أن يتدخل بين العدو يخدعهم ويفرق شملهم، ومن ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب حين أتاه نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه فقال إني أسلمت. سيدنا نعيم كان مع الكفار جاي في غزوة الأحزاب بعد أسلم، فلما أسلم فاق به حد من الكفار، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أسلمت، قال وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت، ما جبتش نعاونكم في حاجة، يعني راني كنت معهم وثبت لهمش لأني مسلم، يعني تو مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد، قال تقعد معانا أنت، أنا إحنا 100 ولينا 101 مش زيد حاجة كبيرة لينا، قال فخذل عنا ما استطعت، قال كان تجب تمشي تفرد جيوش العدو وتخذلهم وتفرقهم أعمل، فإن الحرب خدعة وفي الحرب يجوز كل ما لا يجوز في غير الحرب، كذب عليهم العدو، خدعة، تغدر به، كل يجوز، الكافر الحربي كل يجوز. الطوفان الأقصى الحركة بتاع المقاومة الفلسطينية والمجاهدين خذوهم على خين غرة، بعض من المنافقين يقولوا هذا الغدر ما لا يجوز في الإسلام، منافقين منافقين ما عرفش قاعد نقول المنافقين، المنافقين إيش قالوا؟ قالوا لا غدر فما معاهدة سلام وانتم غدرتوا الغدر الثاني هذه العملية الجهادية متاع الفلسطين مش غادر اسمها، وهي مشروعة 100%. فالمنافقين شو يقولوا؟ غدروا بإسرائيل، فهمت؟ هو الفلسطين هم اللي اقتحموا واحتلوا الأراضي الفلسطينية معناها.
ما دام محتل كافر حربي، كافر حربي تغدروا تقتلوا تشردوا وكله جائز. من يقاتل راك تشوف المجاهدين مع العزة النساء والاطفال ما ياخذوش النساء والاطفال تاع اسرائيل، انا هم نفس المسرحين يحكيوا لانه نلتزموا بديننا احنا. قال لا تقتل النساء والاطفال، ما ياخذوش النساء والاطفال. الا اذا هز السلاح، امراه هز السلاح نقتلها بالجيش تقتل، فيش حتى مشكل. الطفل هز السلاح يقتل، صغير هز السلاح ويضرب يقتل. اما قاعد في دار والمراه في دار ما يدور بها حتى حضره. هذاك اش قاعد انا فما عينات وشوفها وقت اللي دخلوا المجاهدين دخلوا مستوطنات، لا قتلوا لا امراه ولا قتلوا صغير. وشوف الاخر واش يعملوا، يقمروا كان في الصغار والاطفال، يقمروا كان في الصغار والاطفال والنساء. العدو الصهيوني الله ان شاء الله يقطع دبرهم، يقتلوا كان في الصغار والنساء، لان مش رجال، ما يجوش رجال، وهما اصلا احفاد القرده والخنازير، قرده وخنازير. بإذن الله تنشوف فيها منها نهار يخرج أثلاك الفيران. هذاك هو يوم الاحتفال الكبير نتاع الأمة الإسلامية، احتفال من بعد مش احتفال. نعم احتفال لم يقع في التاريخ البشري أصلا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد نعيم مسعود، فخذ عنا استطعت، فإن الحرب خدعة، فاذهب فشتت الجموع العدو وألقي بينهم بدهائك. قالوا بنشي حاول فرق بيناتهم، عمل أي طريقة. فخرج سيدنا نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وهم طائفة من اليهود، وكان لهم نديما، كان صحاب وياه قبل. فقال: قد عرفتم مودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم، تعرفوني صاحبكم وبعضنا من أمريكا. فقالوا: صدقت، لست عندنا المتهم، تمريك المعاني صاحبنا ونعرفوك بالبيه من قبل. وهو في غزوة الأحزاب الكفار والعرب جاي من جهة مكة، واليهود داو يتحيروا من المدينة من تالي باش يغدروا مع المسلمين، باش يغدروا بالمسلمين، رغم ان فهم معاهد سلم مع اليهود، وانه المعاهد اللي دخل به النبي صلى الله عليه وسلم المدينه قال ندافعوا عليكم لكن انتم تقوموا معنا، اذا حرب ديوا معنا ضد العدو الخارجي. وصارت معاهده للدستور، اول دستور في البشريه كان دستور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه مكتوب وفي بنود ومع المسلمين مع غير المسلمين. فاليهود قالوا راهو لكم ما لنا ولنا ما لكم، ندافع عليكم إذا صار غزو، أنتم تشاركوا معنا في الدفاع عن المدينة إذا كان هجم على عدو خارجي. اتفاقية وهذا واضحة وصريحة. ش عملوا الخبثاء اللي معروفين بالغدر، أخبث طين خلقها ربي في هذا الكون طين اليهود. وقت اللي جات غزوة الأحزاب بداوا يخطوا وبعثوا المشركين، قالوا ما احنا مش نجيهم من تالي وانتم يجيهم من قدام، أو مش ندوروا احنا من تالي في المدينة، خاطرهم جنب المدينة أو في شمال المدينة، والكفار جاي من جهة الخندق، الخندق من جهة الأخرى من جهة قريب المكة، من جهة مكة وجهة بدر. فالخبثاء بدأوا يخموا في الغدر وبدأوا يحضروا في رواحهم مش يهجموا مش يعملوا. فسيدنا عم مسعود مشى لهم بني قريظة هذول، فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم أي مثلكم، البلد بلدكم به أموالكم وأبنائكم ونسائكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وأنهم جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظهرتموهم عليهم، وبلدهم وأموالهم ونسائهم بغيره أي بغير بلدكم، معنى محفوظة، حتى كان خسروا هما يرجعوا بلادهم بزاد فلوسهم محفوظة في بلاد بعيدة عن الحرب، وانتم بلاد الحرب لو انتصر عليكم على سيدنا محمد تخسر كل شيء. معناها لو يقصد هو لو هما انهزموا انتم تكونوا خاسرين، خاطر على اساس باش تتحالفوا معاهم، اذا خسروا الكفار باش معناها باش ياخذوا رؤوسهم هما، خاطر تحال بدا تحالف باش يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تحالف باش يشغل يقضي عليهم. فقال لهم: انتوما تو في المدينه، لو كان انتوما ما تربحوش في الحرب باش يدور عليكم الحرب، مستراسيلكم واموالكم كل تتفك. اما الاخرين قال يقاتلوا حتى كان نهزموا يرجعوا لمكه وفلوسهم كل في مكه مريقله، معناها مش كيف كيف، هم خاسرين شيء انتوما خاسرين. قال: وإن كان غير ذلك لحقوا بلادهم. قال: فإن رأوا نهزة أصابوها. قال: هم كان ربحوا، أنا داخلين في الربح خارجين من الخسارة، كفار قريش معناه وجماعتهم. وإن كان غير ذلك لحقوا بلادهم وخلوا بينكم بينه أي محمد وأصحاب بلادكم، ولا طاقة لكم به إن خلى بكم. قال: إذا كانوا هم هرب ورجعوا يستفذ بكم النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عليكم لأنكم أغدرتهم، فلا تقاتلوا معهم، ما تقاتلوش مع الكفار، حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمد حتى تناجزوه.
قال اش تعمل؟ خذوا بعض من كفار قريش رهائن عندكم، قولوا مرابا دوما خليهم ضمان باش ما تغدروش بينا، انتوا تمشيو تخليونا كفار قريش، تخليونا تخليونا احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ناكلوا روسنا، ما يمشي يقضي عليهم، عددهم مش كبير برشا. فقالوا نعيم لقد اشرت بالراي، اي قال والله هيك بالحق اضمن لينا احنا، وما نبداوش نقعدوش على هما كفار قريش يخطروا يجوا يجبدوا بينا يغدروا بينا، مش يغدروا معناها يهزموا في الحرب يمشيوا يهزوا ارواحهم ونقعدوا احنا في المواجهه وحدنا. فقالوا اشرت بالراي. ثم اتى نعيم مسعود قريشا، مشى للجهه الاخرى تو تو مول يهود عطاهم، قال لهم خذوا رهائن ما عندكم كفار قريش باش يضمن لكم انهم يهربوش ويخليوكم. قالوا مريك هذاك رايك صحيح، مريك وعندهم ثقه فيه. ثم اتى نعيم مسعود قريشا فقال لابي سفيان معه قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، تعرفوني اني معاكم معكم مانيش مع النبي صلى الله عليه وسلم معه. وانه قد بلغني امر رايت حقا علي ان ابلغكموه نصحا لكم فاكتموه عني، راني سمعت حاجه مش نقول لكم وخليها يسر بيني وما تقولوش اني قلت. قالوا نفعل. فقال نعيم ان يهودا ندم على ما صنعوا وارسل الى محمد ان قد ندمنا على ما فعلنا، انه حبينا نغدروا بيك لكن ندمنا رانا، ايرضيك ان ناخذ من اشراف قريش وغطفان رجال نضرب اعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ قال باش نكفروا على غلطتنا باش ناخذوا مجموعه من كفار قريش نقتلهم، عباره تكفير عن الغلطه نتاعنا عملناها، هان قتلنا لك من العدو روس كبار قتلناهم وناس معناها صناديق. قال أيوة قال فأرسل إليهم محمد نعم معناها قالوا شنو كي ناخذ رهائن نقتلها هكاك يسامحنا النبي صلى الله عليه وسلم الغدر اللي عملناه، إذا ربحنا نربحنا ارتحنا منهم، يعني هما يقول لك كان ربحنا في الغزوان ارتحنا من المسلمين وكان خسرنا نقول السبب باش نقول قولوا هان والله عندنا جماعه من الكفار نقتلناهم رانا احنا قاعدين ندافعوا معاكم راه معنا ما غدرناش بلغه اخرى معنا الخبث. قال المعين فان بعثت اليكم يهود يلتمسون منكم رهنا فلا تدفعوا اليهم رجلا واحدا. قالوا اليهود شو يطلب منكم رهائن، هم رغب اليهود باش ياخذوا رهائن، بعد قال راه مشيو ياخذوا منكم رهائن ما تسمعوش راه مشي يغدروا بكم باش يقتلوهم باش يتشفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم باش ما يعملوا حتى شيء. قال ما تبعثوش حتى واحد معهم رد بالكم. ثم أنا نعيما أتى غطفان فقال إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، لأن غطفان قبيلة كبيرة يجاي مع كفار قريش من الأحزاب، ولا أراكم تتهمونني أي بل أنا مصدق عندكم. فقالوا صدقت وما أنت عندنا المتهم. قال نعيم فاكتموا عني. قالوا نفعل. فقال لهم مثل ما قال القريش نفس الكلاب، قال مرام اليهود بش يأخذ منكم بعض رهائن نوين وباش يستغلهم باش يتشافوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا انا احنا والله ما مش غادرين بيك انا خذينا الكفار وقتلناهم انا نقتلوا معاكم قاعدين نقتلوا معاكم ضد الكفار. قالوا نفعل. عملهم نفس الشيء قالوا نفعل. فقال لهم مثل ما قال قريش، قال لهم ما تقولوا حتى حد خاطر كاين مثلا يزيدوا ثبتوا مثلا يقولوا اليهود ما قلتوا ولا تقولوا ما قلناش، لكن قالوا ما تقولوا حد لاني قلت لكم باش ما يفيقوش الا هو عمل ما بيناتهم وما حد شيء من الحكايه، خلاهم معناها كل واحد مطمئن ان الاخر قال بالحق وعمل. قال وكان من سنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان ورؤوس غطفان ارسل اليهود بني قريظه عكرمه في نفر من القبيلتين، ابو سفيان من قريش وواحد من غطفان بعثوا مجموعه، قال ان لسنا بعثوا من اليهود مش يحكيوا مع الحكايه هذه، قالوا ان لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافر أي الإبل والخيل فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. مشاو اليهود كفار قريش قالوا ما يتوا عاد نستناو فيكم ما قلتم باش تجيو معانا، أبداو في القتال وبداو من تالي وحنا نجمو من قدام. اش قالوا؟ فأرسلوا أي يهود بني قريظة إليهم إلى قريش وغطفان قالوا إن اليوم يوم السبت لا نعمل فيه شيئا وكان قد أحدث فيه أي في السبت بعضنا حدثا فأصابهم ما يخفى عليكم. قالوا احنا قبل السبت وخالفنا امر ربي، ربي اعطانا عقوبات شديده مسخهم قرده وخنازير، فقالوا احنا ما عادش نعمل هذا السبت ما عادش نعمل حتى شيء شعفنا وما شافوش رويك. قال فاصابه ما لم يخفى عليكم اي مسخوا ولسنا بمقاتلين معكم حتى تعطونا من رجالكم. قالوا احنا قاتلوا معكم تعطونا بعض من رجالكم ضمان مش ما تجبدوش بينا، يكون بايدينا ثقه لنا حتى نناجز محمدا حتى نعرفوا شنو حكايتنا نقاتلوا ونربحنا ولا ما نربحناش.
فإن نخشى أن اشتد عليكم القتال أن ترجعوا إلى بلادكم مكة وما حولها وتتركون والرجل أي محمدا ولا طاقة لنا به. قال نخافوا أنتم مثلا حرب تمشيش معاكم توخروا وترجعوا البلاد نقعدوا احنا في الواجهة وحدنا. فقالت قريش وغطفان والله إن الذي حدثكم معين به لحق والله كلامه صحيح. وقال له راه مشي يطلب عندكم رهين ولا بك تعطيهم راه مشي يقتلهم. فأرسل بني قريظة قالوا إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا. فأبوا عليهم معنا بعث بني قريظة مرة أخرى قالوا مش قاتلوا معنا ولا قالوا منا أخذوا إن تعطونا رهائن عندكم تبدو صحيح. فوقتها ولوا كل واحد متحرث من الآخر حاسوا أنا مش يعملوا حكاية ما هوش معاها حق قالي مش يغدر بي يهود مع كفر قريش كفر قريش مع اليهود كل واحد يظن الآخر أنه قاعد يغدر فيه مش يعملوا عملة مش يجبد بيه معناه. فخذ الله بينهم وبعث الله عليهم الريح في ليل شديد البرد فأكفت قدورهم وطرحت أبنيتهم. فما صارش اتفاق بين اليهود والكفار رب بعث ريح الكفار طيرت لهم الخيام وكل ففي الاخر قالوا نرجعوا عشان نحل نرجعوا. وانتهت غزوة الأحزاب بانهزام الكفار شر هزيمة. وبعد ذلك بطبيعة اليهود النبي صلى الله عليه وسلم مشى لهم وعطاهم اللي يستحقوا بني قريظة خطر الغادر مفيش هذه اسمها سميها في المصطلحات الدولية خيانة عظمى حكم الإعدام. هذا ما فعله معهم لأنه تصوروا معنا لو كان هجموا اليهود يصير تقتيل في المسلمين كبير برش كان دخلوا اليهود في غزوة الأحزاب لكن الله أراد خلاف ذلك. فمن غدروا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج قتل رجالهم ونوفي من نوفي منهم والبطبيعة على شاركوا في الحرب كل قتلوا كم عليهم سيدنا سعد معاذ رضي الله عنه. وقصة معروفة من قريظة. أو يهود خيبر تاع سيدنا معاذ أظن يهود خيبر. فهؤلاء بطبيعة غدروا والغدر معروف في سمات مش أول مرة كل حرب يحاولوا باش يغدروا اليهود كل غزوه تصير بين المسلمين وكفار قريش والعرب بصفه عامه اليهود يحبوا يغدروا في كل واحده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل مره يجلاهم يطردهم اللي يحاولوا باش يغدروا يطردهم واللي يشاركوا في الحرب وبداوا يشاركوا يقتلهم لانه هذاك ما عادش فيه. ففي الاخر خيبر بعثهم كل مشاو استوطنوا في خيبر اليهود طردهم من المدينه اللي مغدروا كل مشاو لخيبر. ومن بعد بطبيعة صار منهم غدر مرة أخرى في خيبر فمشى قضى عليهم ومشاو تشتوا وبعد طلعوا الشمال ومشاو لبيت أوروبا وتركيا وإلى آخره وتفرقوا في البلاد. ثم بعد ذلك رجعوا جمعوا أرواحهم ورجعوا لفلسطين. هذه القصة كيفاش تمت. فإن شاء الله مش يعاودوا يطردوا شر الطردة كما صار لهم في التاريخ الأول. هذاك الموعود الله موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاك باش يصير حقيقة. إن شاء الله نحضر عليه. قال تعمية الأمور على أعدائه وتلبيس الأمور عليهم من الأمور أيضا على الدلالة على دهاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في الحرب. قال تعمية الأمور على أعدائه وتلبيس الأمور عليهم وكان صلى الله عليه وسلم يلبس أمور الحرب على أعدائه ويعميها عنهم يخبي عليهم يظهرش كي لا يتفطنوا لها ويستعدوا للدفع أو يزيدوا في الجمع وفي ذلك حق للدماء. كان ديما يأخذ مع الحين غفل الكفار الحرب على حين غفلة منه معنى هذاك السبب للنصر ومنه زاد باش يكثرش القتل. النبي صلى الله عليه وسلم ديما يحب حقن الدماء. جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يريد مش يمشي غزوة في الجنوب يقول ما يا جماعة مش نمشي ومش نتجه ورانا مش نمشي للشمال يمشي شوية للشمال وبعد ينعطف مرة واحدة. فكيف ذاك الجواسيس والمنافقين هانا في بير ماشي للشمال فما شيء ما يفيقوش ويرجع للجنوب فياخذ الاعداء الحين غره خاطر المنافقين فما جواسيس ديما منافقين فيمشي يخبوا الكفار فيستعدوا يحضروا واحد تولي معناها اكل عنصر المباغته يفقد عنصر المباغته اهم شيء للنصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل عنصر المباغته بصفه كبيره. قال جاء في الصحيحين ايوه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوه الا ورى بغيرها يهم كانوا ماشي بلا صخره. قال حتى كانت تلك الغزوه اي غزوه تبوك
غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وغزا عددا كبيرا، فجل المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجه الذي يريد، أي فصرح لهم بالجهة التي يريدها ولم يوري بغيرها. الغزوة الوحيدة اللي قال مش نمشيو للمكان الفلاني تبوك من الأول، قال يا مسلمون سنذهب إلى تبوك، يعني الروم وقتها جرقوا على المسلمين وعملوا غزاء هجوم على بعض قرى المسلمين وقتلوا من ما قتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر مش نمشيو الروم تبوك. تبوك هي قرية تبعته فيها معنى رؤوس منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما عملوا في المسلمين هؤلاء الروم فقرر أن يخرجوا يقاتلوا في تبوك، فصرح من الأول ما قالوش مش نمشي كذا ومن له قال مش نمشي تبوك، علاش؟ حر شديد جدا، معناه مش يخرج معهم كان الصحيح، ما يخرجش معهم منافقين، يخاف أن يخرج معهم منافقين اللي هم يجموا ينقلوا الأخبار وكل المنافقين يخرجوا في الحرب. وفي قرآن ربي قالوا منافقين وقالوا لا تنفروا في الحر، غزوة تبوك هذا، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، هذو منافقين. فلذلك الغزوة هذه خرجوا منها كان الناس الصحاح شكوا فيها، كان الصحيح صحيح، ولذلك صرح بها ما خباش. الغزوات الأخرى يكون يخبي، يبدأ مش يغزو في الجنوب يقول ماشيين للشمال، يمشيوا مع الصحابة ومن بعد يخطف الدور. فالأخرين في بالهم أنك منافقين أنا وسي مريقن فما شيء، يخوف شيء ماشي للشمال فما حد شيء. قال كما أنه صلى الله عليه وسلم لبس الأمر على أعدائه ليلة الهجرة حين قصدوا بيته صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فأمر علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه صلى الله عليه وسلم ويتسجل ببردته صلى الله عليه وسلم. كذلك في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم درق موه الكفار، جعل سيدنا علي في بلاصة وراق هو خرج، الكفار يغزلوا شباك يروا فما شكون في فرش يسحبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزال، هو خرج قدام عيناه وفقوش به، فهذه تمويه أيضا. فقعدوا قريب للفجر ومن بعد في الأخر اقتحموا الدار، قالوا يخش بي هذا خرج التو، اقتحموا الدار كعروا الفراش كضربوا كضربوا يلقوا سيدنا علي. ومن هذه الافتداء سيدنا علي بوجهه صلى الله عليه وسلم، افتداء بذاته بوجهه، يقول كرم الله وجهه، يقول كرم الله وجهه رضي الله عنه. هناك من يقول أنه لم يسجد للصنم أيضا قط قبل، لكن هذه ليست ميزة سيدنا علي فقط، حتى سيدنا أبو بكر لم يسجد أي صنم قبل، لكن بما أنه افتدى ببدنه بوجهه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنقول كرم الله وجهه سيدنا علي رضي الله عنه. معنى كان يجم يضربوه يقتلوه، لم يعرفوش الخطاب يضربوه طول، معنى كان معاذ القتل سيدنا علي، افتدى بنفسه بطبيعة، نجم يدخلوا كل يضربوا يراووا في الفرش وفرش فراش النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ما غير ما عريم يقتل، لكن الله بطبيعة عرض خلاف ذلك، فهو تسمى خاطر بحياته يرى خطورة كبيرة، كفار قريش مش يقتلوا مش يقتلوا مش مسلمين واقفين قدام الباب، معناه ما عندكش حتى فرصة. ولكن فشلت هذه من تمويه النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، وخرج ناكز من الشباك ولا ناكز طلع من قفز على الجدران سيدنا محمد، لا خرج من الباب بهيبته ووقاره. احنا توك يبدا واحد يحاصر الباب وناكز من الشباك، تو قبل وقت بن عليك الامن يحاصر بلاصه ناكز من الشباك بابتلاء مسطح يهرب مسطوحات معروفين معروف قبل، وكثير قصص كثير منكم يعرف في عيلته ولا في أقاربه عندهم الأشياء هذه. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا خرج من الباب بكل بهيبته ووقاره، خرج شوية تراب هزة ورمح وقرأ فواتح سورة ياسين، تعدى كل محل عيناه هيك ويرمش في عيناه وهو تعدى ومشى على روحه. هما قاعدين كاكا وتعدي واحد أجمع فاش تعمل؟ قالوا سنقتل محمدا. قالوا متأكدين؟ هاي سنقتل محمدا. قال تو شفته قدامي تعرضني تو تعدي. قالوا هو في فرشه يهدي، قال بعيني شو متعدي متعدي شنو كذا بعيني متعدي قدامي بكري شوية تعدى قدامي عرضني في الطريق. دخلوا وقتا كي دخلوا على ريق سيدنا علي حتى خوفي حنين ما رجعوش بهم. يعني يا ربي هكذا تخرج هادي كانك من فما شيء، يخرج برجلي ويمشي بكل وقار وهيبة، لا بش نقز لم شباك ولا مش أطلع محيط لحد شيء، هكذا ربي بش يعطيه أنت معناها أنت كريم وشريف وتمشي كانك تخرج كالشرفاء والكرماء
يدخلوش حتى في شكل هروب، لكن يهرب مو يهرب يجري ولا ينقز من الحي، لا لا لا، تخرج تمشي بوقارك بهيتك، وهو ما ربي تنص على بصاره. فهذه ما التمويه، هذا ما التمويه على الكفار. فلذلك التمويه مع الأعداء هذا أمر مطلوب، تموه عليه وما تعطيش حتى الضوء باش يعرف شنو عندك وشنو ما عندكش. وهذا أيضا كذلك في المسلم مع الحساد أيضا، ولذلك ماش يقولوا أمورك تصرح بها وتقول شنو نعمل شنو جاتي، وما يقولوا تعاون على أموركم الكتمان. هذا هو في زماننا هذا يكثر الحسد بصفة كبيرة، ما عادش تقولوا شنو نعمل وش نبني ولا مش نمشي ولا مش نعمل، كل شيء يعمل بصمت بسكت، ما ذيك تسمى حتى واحد هكاك يسير ومتريقل وما يسيلك حتى شيء. أما هي ما ناس مش نعمل وعندي وكسبت وقديت وفي رايح عشان وحي يفقد كل شيء بالحسد وبالعين وبالخور اللي عند الناس. فلذلك ديما احرص باش تعاون تعمل امورك في الكتمان، عندك اي حاجه ذات قيمه ما خلوناش تعلم الناس كلها راني مش نعمل راني مش نبني راني مش نجاتي راني مش نجري. راهو حساد كثيرين جدا، راهو اكثر من توقعوا ولا تصوروا. الناس ولات عايشه بالحسد، تتنفس وتتنفس وتوب تشرف الحسد بسبب ما التميع نتاع الدين ولا في عنا في تونس وغيرها. فلذلك يا خويا خلي روحك سكر باب بلا على نفسك، سكر باب البلاء هذا، اعمل تعاون ممكن بالكتمان، بس تعمل اي حاجه ما تصرحش وتتعدى لاحسن من وراه، تتعدى لاحسن من وراه. اما النب فلان مش نعمل وهذا فلان مش نعمل، يطيح واحد من محسودي سي يقضي لك على كل شيء، واحد برك حسودي والواحد عنده عين سي، والعين معروفه، العين عين موجوده وحق وثابته وفادله قطعيه، ما ينكرها كان انسان يخرف العين والسحر. فلذلك انسان يتجنب من هذه كل، علاش تصاور صغار يحطوا فيها على فيسبوك ولدي صغير مش يحسدوا ياخذوا بعيد، هذه هي معناها يا ناس ها ولدي خذوا بعيد، ها هذه هي تصاور ولد صغير يحطوا فيه على الفيسبوك الناس تحب تصورها، تصور عرسها تصور واحد هذا باش ياكل عيد، وفي الغالب ياكلوا العيد، غالب ياكل العيد هاب تصورهم فرحين بالعرس من غد اكسيدومات والاثنين تحلو. قال اخذوا صلى الله عليه وسلم الاسباب التي فيها تخويف وارهاب. كان صلى الله عليه وسلم بطبيعه غير الحرمه صور النساء اللي توضع في الفيسبوك هذيك كل عمل محرم وفيه وزر كبير، المراه تحب تصويرتها طيب صفه اخص اذا مش لابسه اللبس الشرعي يقعد عندها وزر ما دام تصويرها موجوده تمشي على عند الناس وعند اللي يسوى ولا ما يسواش. دائما ديما نبه النساء ما تبقوش تصوركم. صارت مره في تصوير قلت احنا جمعيه كامله رجال ونساء عملنا تصوير جماعي، هذه تعدى ولو على مضض هذه اذا تعديت. اما تجي مراه تحط تصويرتها وكل مره عملت لي وكل ما مكياج نوع وكل مره تبدل في اللوك كل محرم، هذا كل تحصل فيه اثم. معناه يا ناس تصويرتي تشاهوا بها كما تحبوا، هي شعلت شنو تصويرتها باش الناس تتلذذ بصورتها، اي هذاك هو، هذاك هو ضد الدين، كل ضد هذا الامر. الحجاب على سبيل تصير المراه حتى لا تصير لا تثير شهوه الرجال وغير والذين لا ليس لهم لدين لا ملا. فشنو الفرق تلبح حجاب وتعمل غديره في وجهها بالمكياج والواحد كيف 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 كيف، الغايه نتاع الحجاب ما تمتش. معناها لبس الحجاب عباره كاني معناها لازم يظهر جمالي، كيفاش يجي منه لبس الحجاب شعري ما ظهرش ما ندرهم وجهي اكهو، معناها قلبك مازال مش فاهم شو معنى العباده، شو معنى حجاب وشو مقصد الحجاب وعلاش ربي امر بالستر، ما تفهم شيء. الحجاب مزين. قال اخذوا صلى الله عليه وسلم بالاسباب التي فيها تخويف وارهاب.
كان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب التي فيها إرهاب أعدائه وتخويفهم، وذلك ليضعف من حدتهم ويكف من شر مضرهم وشراسة نفوسهم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه لفتح مكة وانتهى إلى مر الظهراني مكان، أمر أصحابه فأوقدوا 10,000 نار لترى قريش وترهب من كثرتها، حتى قال أبو سفيان من معه حين رأوها من بعيد لكأنها نيران عرفة، أي في كثرتها، وكان ذلك مما ألقى الخوف في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم من قرب المكة لاصة عالية قال لهم كل واحد يشعل نار قدامه، مش قريش في الليل ترى النيران، يقولوا هذو عدد كبير ما نحاربهمش، مش ما يحاولوش باش يحاربوا، كل باش ما يتصيرش قتل ومقتول. وفي بالكم ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم يصير قتل في المسلمين ولا في الكفار، مش كان في المسلمين خذها هذه، يحب يحقن حد دماء الكفار، هو الأكثر في هذه الكفار مش المسلمين، لأنه يعرف العدد المسلمين أكبر بكثير من كفار قريش، لأنه يعني يريدهم أن يسلموا مش يحب يقتلهم، يحبهم يسلموا. فقال كما أمر صلى الله عليه وسلم عمه بن عباس أن يجلس أبا سفيان على الطريق عند مضيق خطم الجبل، وكان أبو سفيان القائد بتاع قريش، وذلك ليشاهد جيوش المسلمين وكتائبهم حتى حين تمر عليه. جاء أبو سفيان باش يتفاوض على أساس يا رسول الله راهم احنا ما نحبوش الحرب، خاطر ماشي بال هو باش يجي يستأصلهم، مش بالهم كيما هو ما عندهم أنا نية الاستئصال للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ماشي بالهم كي جاء فتح مكة باش يستأصلهم الكفار، عملوا فيه قال كذا باش يرسم باش ياخذ ثأره منا. فطلع ابو سفيان شي يقول وراه رحنا رانا جيران وقراب ورانا كذا، فهمت، في باله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاي باش يقتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ينحيله فكره الحرب اصلا ما تحاربناش كاو نعلمك حتى لكن ما تحاربناش. فاش وقت جاء ابو سفيان بدا قالوا اي تعدوا الكتيبه، الكتيبه هي مجموعه من الجيش على قائد وعنده راي مجموعه هكا فيلق نقول واحد، وبدا يعدي فيهم قدام ابو سفيان بالذمه وقفوا هكا قالوا ما يتعدوا الكتيبه الاولى الثانيه الثالثه باش يوري العدد الكبير، انا عدد كبير ما غير ما تحاولوا باش تقاتلونا، مش معناها ما غير ما تحاول تقاتلنا. قال ثم جعلت تمر عليه كتيبة كتيبة أبو سفيان، فجعل أبو سفيان يقول لعباس من هذه الكتيبة يا عباس، ويقول له هذه كتيبة فلان هذه كتيبة فلان، وتفق العباس يخبره عن تلك الكتائب واحدة واحدة، وذلك مما حمل أبا سفيان على التضامن والاستسلام إلى أن دخل في الإسلام. وقت عرف أنه ما زايد الحرب رجع قريش قال له ما اسمع يا جماعة ما غير ما تخموا في الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أعطاه أنه يدخل بيت أبو سفيان فهو آمن، يدخل مكة فهو آمن، يدخل بيته فهو آمن. قال وقت ترجع قل لهم اللي يحب من حاربوشي لم يشد بيت داره ولا يدخل بيت أبو سفيان ويدخل الكعبة، هذوما ثلاثة بلايس إلا ما يتقاتلش فيهم، اللي مش يد السلاح نقاتلوه. وهكذا كان فعلا الذي وقع، بطبيعة بعض منهم هز السلاح كفار قريش وخارجوا، لكن في ساعة ما سرعان ما هزموا ورجعوا، كل عندهم التطرف عرفت اليمين المتطرف كيما عند الصهاينه ما ربي يعرف، ولكن بطبيعه هذوما الاجبل ما يكون الصهاينه، طب الاخرين طلعوا يقاتلوا ثم عندهم شجاعه، نعم شجاعه رغم اللي يعرفوا انه وجع عدد كبير بس لكن خرجوا يقاتلوا يدافعوا على الاصنام، عندهم نوع من الشجاعه معنا، لكن في الباطل الصهاينه ما عندهمش شجاعه رغم. ولو تكون الحرب ميدانية انتهى أمرهم بالكلية، كان هما من وراء جدار كما قال ربي لا يقاتلونكم إلا في قرى محاصرة من وراء جدار، هذا كما يقول أقص من بعيد شفت على الميدان شدام كل فيران طول لا بيل على راحه ولا عامله ما راه على الميدان شفت كان يهبطوا على رجليهم أنسى ما يقعد منهم حتى واحد، يهبطوا 1000 من الصهاينة يهبطوا لهم 100 برك من المجاهدين ما يقعد حتى واحد من 1000 حتى واحد، هاتوا جهة مجاهدهم سيدهم هاني هذه تو بداية معناها نزلوا على جرس الإنذار قال لهم رانا هانا موجودين هاتيكم عينا شنو عنا شنو نجمو نعملو مزال، وهذه اللي صار فيها من مكاسب فلسطين تو ناس تغزر والله هنا عملت تتفعل وقتلت وشرب خي قدش مذبح عملتها قبل إسرائيل معنا شبيه هذه بارك وينظروا لها والله شفت تو ما كرمش عملوا جات بالمضرة على غزة وتو يقتلوا فيهم ودمروا القرى وكل، سبحان الله أسمع إلا ذليل يقعد ذليل
ولا نفسه مريض يقعد نفسه مريضة، ولا يحب كان الهزام والذل عفس أسباب يقعد كان كيك. ما فماش حرب ما فيهاش خسائر بشرية ومادية. والاحتلال وقت اللي صار قادش من الروح طاحت باش تخرج المحتل، خاصة في الجزائر بصفة خاصة، تونس احنا يمكن تسمى نوعا ما ما صارت راه مذابح في تونس، صارت مذابح كبيرة. الجزائر مستوطنة جزائرية، مستوطنة فرنسية راهي وصلت، مقاطعة فرنسية معناها جزء من دولة فرنسا في زمن معين، معناها فهمت معناها ما ناويينش يخليها للأبد تبعته فرنسا. فالمقاومين ما قصروش، عطاوها على شتاتش، فانسحبت ذليلة. فهذا في فلسطين هذا محتل، محتل ما فيش شيء. قال انت السابع، المظهر السابع لرجاحة عقله صلى الله عليه وسلم مع الأعداء انتقاءه الشجعان الأكفاء لمقاومة المعارك العنيفة. كان صلى الله عليه وسلم ينتقي لخوض المعارك العنيفة أكفاء الرجال من الأبطال حسب الاستعداد والمناسبة لخوض تلك المعركة الدامية. ثم يتبين الصحابة بعد ذلك دقة نظره صلى الله عليه وسلم في تعيين ذلك الرجل الذي انتقاه وصواب رأيه فيه. فهذا يوم خيبر، يقول صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. نعم، غزو بني قريظة هي اللي فيها سيدنا سعد معاذ حكم على اليهود، حكم عليهم بالإعدام. نعم، مش خيبر. قال فهذا يوم خيبر، يقول صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس وغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو منه أن يعطاها. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وقت اليهود غدروا قاكم من مرة، وكلهم شاءوا الخيبر وبدأوا يحضروا باش يقاتلوا المسلمين من خيبر، وبدأوا يتفقوا مع العرب الكفار وبدأوا يحضروا في خطة كبيرة برشا. فسمع بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا ليس لهم مكان في الجزيرة العربية، لابد يقتلون وينفوا من الأرض. فبدأ يحضر في الجيش وش حط له قائد. ش قال؟ قال ونغدو قال مش نعين رئيس الجيش شكون. فقال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. في رواية أخرى يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. شكون عنده الهاتف يسكر وعاد. سبحان الله. ديما في حياتك حاجة تعرف تستعملها ما تستعملهاش، هذه قاعدة قد تجيب لك مصايب كبرى. حاجة تعرف تستعملها ما تستعملهاش، يتحلك في الجامعة يعني يقعد ينقص صباح وعشية وليل، حصل إثم، ضيعت صلاة الناس، أقل شيء هذا. إذا ما صارتكش عركة والناس سمعوك ما تكره في الجامعة، ينتاكل حرمة الجامعة على جالك أنت. شوف قداش أوزار تحصلها، تليفون ناقصك هاو. في درس علم نفس الشيء راهو، درس العلم حرمته كما حرمة الجامعة. قال فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأعطي الراية غدا قائد الجيش رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، الناس كل قالوا يا رب ان شاء الله يكون انا. اش بيك انسان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، انسان محبوب عند ربي وعند رسول، وربي ورسوله يحبوه وهو يحبهم، عنده علامه هو يحبهم. فقال كلنا قال اول مره نتمنى نكونوا قواد في الجيش معنا على الميزه هذه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلنا بدنا ونحب نكونوا احنا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو منه أن يعطاها. كل واحد قال أول مرة الوحيدة نحبها على الإمارة، خاطر النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأمير متاعها الغزوة هذه غزوة خيبر. جاءوا كل إلا سيدنا علي ما جاش. فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ وينه اللي حشت به؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه، عنده الرمد، الرمد مرض يخلي العين بالسيف تشوف معناها، وإذا تقعد يعمى أصلا، إذا ما تداواش يعمى. فأرسل إليه فأتي به وأرمد، داء الرمد هذا معروف. فبسق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فقال بسق ودعا له فرجت عينه خير من كي تقبل. ومن ذلك الوقت ما عاش في مرض بعينه أصلا سيدنا علي، أصلا لما توفي رضي الله عنه استشهد ولم ينصبه أي داء في عينه. أي حاجة تمس النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش يصيبها حتى مكروها. ذلك الصحابة في غزوة بدر سيدنا غازية ابن سرية على ما أظن هك
سواد بن غزية عفوا سواد بن غزية وقت يستوي فمه الصف وطلع كرشه ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالعود قال واستوي يا سواد قال يا رسول الله أوجعت نحب نقتص قالوا يا رسول الله أوجعتني أريد أن أقتص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم حقك تقتص فكشف عن بطني لأنه وقت كان ضربه على البطن قال كشف عن بطني النبي صلى الله عليه وسلم شعمل سيدنا السواد فارتمى وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علاش فعلت هذا علاش معنى علاش معنى ما رديش حقك قالوا يا رسول الله أردت أن يكون آخر عهدي بك أن أمس جسدك قالوا نحب يكون آخر حاجة قبل ما نموت أن جسدي يمس جسدك فهنيئا له وفعلا كان واستشهد وكان جسده آخر شيء مسجد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني قال لهم معناه ما لا حيلة هو وتو ضربة خفيفة صار بنا هنا قالوا لنا نحب نقتص علاش يحب يبوس النبي صلى الله عليه وسلم يحب يمس فمه البطن الشريف اللي هو أفضل بدن في هذا الكون هذا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد يقول لي تبرك شرك وتبرك بدعة وتبرك ضلالة قذرات شوف الصحابة شو يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشوف الجوفات السفهاء شو يعمل يحبوك لا تتبر ولا تمدح ولا حد شيء ما تعرف شو ما يقص يقولوا الناس سبوا النبي صلى الله عليه وسلم هذاك اللي زال ما قالوا شيء وما استغربش يجي نهار يقولوا هنا يجي نهار يقولوا لنا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم علاش فيك تعظموا فيه برشا شو ولا هو هذا شو يقص يقولوا لنا راهو هؤلاء السفهاء الجهلة نحب النبي صلى الله عليه وسلم نمدحه ونتبرك به ولا عنده ريح ثاني عشرة قال فبصق في عينيه أي في عيني سيدنا علي ودعا له فقال اللهم أذب عنه الحر والقر أي البرد فبرأ كأن لم يكن به وجع وفي رواية البيهقي والطبراني عن علي كرم الله وجهه قال فما رمت ولا صدعت مذ دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي يوم خيبر ادعا له قالوا اللهم أذب عنه الحر والبرد والقر كان وقت عنده مشكلة في عينيه وعنده صداع في رأسه سيدنا علي فادعى النبي صلى الله عليه وسلم بسخ وبسح عينيه ودعا له بأن يدفع عنه الحر والقر يعني من الأمراض التي تؤذيه فقال قال سيدنا علي قال منذ غزوة خيبر لذلك كان عملية صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرمد ولم أصدع ما صليش وجيعة في رأسي ولا عيني صار فيها أي مشكل وبطبيعة بركة النبي صلى الله عليه وسلم الحسية هذه الظاهرة قالوا في رواية يونس عن ابن إسحاق وعن علي وكان علي رضي الله عنه يلبس القباء المحشوة الثخينة في شدة الحر فلا يبين الحرة ولا شفت السخانة ما أثر فيه أصلا تبدأ 48-49 هو عارف قطر النبي صلى الله عليه وسلم قال أذب عنه الحر والقر قال فكان في الحر يلبس الخوذة وكل مغطي ما يتخلقش بالكل ويلبس الثوب الخفيف في شدة البرد فلا يبين البرد في قرة البرد في البرد يبدأ صفر ولا تحت صفر ويبدأ مشي مثلا كل واحد بتركه نصف فيت لغتنا نحن ما يصير له حد شيء ويحس بالبرد من منذ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أذب عنه الحر والقر ربي ما عادش تحسه بالسخانة الشديدة ولا بالبرد الشديد فسئل عن ذلك فأجاب بأن ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قالوا كيفاش انت بتحس احنا موتى بالبرد ما بدنا لابسين 20 طابق ونبردوا كيفاش انت هيك قال هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لي يعني قال له وفي يوم أحد بطبيعة خيبر هو لم يذكر ماذا وقع به في خيبر سيدنا علي وكان صاحب الراية هو رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله سيدنا علي رضي الله عنه فشنو صار في وسط الحرب تحصلوا بصفة كبيرة اليهود معناها حصول كبيرة برشة واستعصات على المسلمين فسيدنا علي من هجم من الهجمات شد الباب بتاع خيبر وقلعه الباب شدوا بيده اليسار كدرع ويضرب بيده اليمين بعد ما فات الغزوة جاءوا الصحابة للباب
قال احنا قريب العشرة واكثر مش نزلوا الباب مش نزلوا. قال احنا عشرة حاولوا مش نزلوا الباب مش نزلوا. سيدنا علي هزوا بيد واحدة. شفتوا شنو يكون ولا الرجل هذا وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم اختاره بالذات. تصور الباب عملوا درع الباب مش نزلوا عشرة مع بعضهم. هزوا بيد واحدة واللي دخل يقاتل الباب. فكانت الهزيمة النكراء بتاع الباب. ما التقريع بتاع الباب. قلع الباب دخلوا للمسلمين وهو يضرب يقاتل به. وبطبيعة بباب ما يجمع يضرب السيهاب ما تحب. درع كبير برشا. خط الباب كبير باب بتاع حصن راه. شفتوا كل باب يقول لك باب بتاع السور بتاع الرباط. باب كبير معنا كبير قد بيبان ب20 مرة. فقالوا الصحابة حاولنا معنا حاولنا باش نهزوه كي شفناه يهز فيه. هم قلنا شنو الباب لا درجة خفيف. قال حاولنا باش نهزوه 10 ما نجمناش. هذا سيدنا علي رضي الله عنه. أعطاه ربي قوة وقت. قالوا في يوم أحد لما شدت المعركة قال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه. في أحد وقت شدت بعضها مع الكفار النبي صلى الله عليه وسلم قال شكون يأخذ السيف هذا بحقه. فقام إلي رجال منهم الزبير بن عوام فطلبوا 3 مرات كل ذلك يعرض عنهم. حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال وما حقه يا رسول الله. فما شكون قال يا رسول الله أنا أخذه ما عطاش. فسيدنا أبو دجانة قال ما حقه. النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم يعرفوا شنو معنى حقه يحبهم يسألوا. فسأل سيدنا أبو دجانة قال أن تضرب به وجه العدو حتى ينحني. تضرب به لين السيف يتكسر ويطبق شنو معناه. وكان رجل شجاعا سيدنا أبو دجانة يختال عند الحرب. كان وقت تجي الحرب سيدنا أبو دجانة يمشي بكتافاته عرفتك يمشي هيك وسط المعركة كده ماشي قدام الكفار ورثاه. فلما رآه صلى الله عليه وسلم يتبختر قال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغض الله إلا في مثل هذا الموطن. قال مشية بتاع تكبر ربي يكرهها يعني التكبر ممنوع. قال إلا في هذه التكبر والمطلوب قدام الكفار قدام الحربيين خاطر باش تقهر الكفار وتعمل بتاعك الرعب في قلوبهم الرعب. فقال هذه ربي المشية هذه يكرهها في غير هذا الموطن. في الحرب ربي يحبها المشي هذه قدام الكفار. قال الزبير فأخذها أعطاه السيف. قال أنا لها يا رسول الله. قال الزبير حاضر هو وقت أعطاه السيف وقعد يتبع فيه. قال خلينا نشوف شو يعمل هذا اللي أخذ السيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بحقي كذا نحب نعرف شو يعمل. فقال الزبير والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة. قال شو قال تبعون شوفوا شو يعمل بالسيف. قال واتبعته فأخذ بعصابة له حمراء فعصب بها رأسه. شد عصابة حمراء وعصب بها رأسه. فقالت الأنصار أخرج عصابة الموت. عرفتوا كي يبدأ باندي يربط الوحدة معنى مش يبدأ يطاي الأحلام الأخضر ويبس تعرفها كتصير عركة في الحومة. فما ساعة الباندي إذا لبس الوحدة معنى سي مش يبدأ للوحدة طايحة ويعرفوا دونك الناس كل توخر. إذا لبس الوحدة سيدنا أبو دجانة ذاك إيش عمل الكفار وقت اللي يلبس الشريطة معناه معاه عينيه مسكر ما عادش نعرف شيء. يضرب يضرب ما عدل حتى واحد. هنيئا له ضد الكفار. هذا جهاد في محله. الضرب في محله مش ضرب الحومة ضرب مضروب على حكاية فارغة يضربوا بعضهم يضربوا بعضهم يعيبوا بعضهم حكاية فارغة. لا هذا في القتال معناها هذاك المطلوب منه. قال فخرج أبو دجانة ويقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبت لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. قال الكيول ومؤخرة الصفوف. فجعل لا يلقى أحد من المشركين لقتله. اللي يجي قدامه يمشي يسيب يمشي جيفة كفاء. عرفت كله ما أنا ما فماش ماشي ما يوخرش وما يعطلو حد زد. اللي يجي قدامه طف أضرب ضربة واحدة يجيبه على البلاصة. قال الزبير وكان في المشركين رجل لا يدعو لنا جريح إلا ذفف عليه. واحد المشركين كان يتبع فك الجرح ويكمل يقتلهم تاع المسلمين. فجعل كل واحد منهم يدنو من صاحبه. فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا. قال دعوت سيدنا زبير قال دعوت الله أن هكذا اللي قاعد يقتل في المسلمين هذاك المجروحين يلتقي بأبو دجانة مش يعطيه حساب. قال فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا. قال تلاقوا. فاختلف ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فالتقاه بدرقته فعضت بسيفه وضرب أبو دجانة فقتله. ثم رأيته حمل بالسيف على رأس هند بنت عتبة ثم عدل عنها وقال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. رأيت قاتلا لا ستقتل
لكن قال ما ضربش امرأة. سبحان الله. السيد أبو دجانة شفتوا الرجال الحق. هي في وسطهم أنا حتى يقتلها ما مش مخطئ. فقال ما ضربش امرأة. ما قتلش امرأة. أكرمت سيف رسول الله قال ما ضربش به امرأة. شوف الفرق بين الرجال هذوما والأنذال اللي هما ليس بفرح الجيش الذي يقهر. خارتين كان عن النساء والأطفال. أو جايكم الرجال والله مش يجيكم الرجال مش تخرجوا أش نعمل فيران والله أش نعمل فيران جايكم ويقين هذا يقين كما نرى فيكم تو. أما الناس ما تعرفش برا ما عنا أمور ما جهل جاهلين بأمور ديننا ومش عارفين شو مش يصير. اسمع واحد والله العظيم والله واحد كي يسكت ويشد دار ويقعد كالمرأة خير من يتكلم بكلام ما متاع الناس ما لا يفقون شيئا. تظهر الذلة متاعه وذلة التفكير متاعه بالحق بصراحة. قال شنو ما كرهمش والله كرهمش عمو هنا جابوا تقتيل هنا توداروا عليهم الصهاينة قتلوا فيها كرهمش. هنيئا لك بهذا الفكر العقيم هنيئا لك بهذه الذلة التي ستلبسك إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. نحن نقول ربي إن شاء الله يزيد الصهاينة وربي إن شاء الله يشد أزر الفلسطينيين وربي يسر لنا إن شاء الله نكونوا معهم زين. لكن الذليل يقعد ديما ذليل. الفكر بتاع يغزر بالمقياس المادي كو بحت مقياس المادي كو هذيك هو مادي هو عايش في الماده كل وحياته كل ماديه باش يفكر لك بحوايج اخرى فكر كان في الماده فكر مادي بحت مادي بحت زاد لا مبدا ولا 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 اي شيء ولا اخلاق ولا اي شيء. الاشكال اللي تكلم بالكلام هذا شوفوا بحياته من اشر الناس الذي يتقى من اجل شره اللي هو قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم اشر الناس من يتقى من اجل شره ما تدورش به خاطر شرير خاطر ما يسمعك ما تاكل هديمه الناس تهرب منه هذا اشر الناس يوم القيامه. لكن الناس تبعد عليه ما تحبش تقابله خاطر شرير ديما يقول كلام خايب وديما يضرب وديما يظلم هذاك اشر الناس. النوع هذا اللي قاعد تكلمك هذاك هو النوع هذاك معناها لا القوف في خير لا باش يساهم معاهم ولا باش يدعيهم لحد شيء لا كان يثبط المثبتين صفة شكون صفة المنافقين هذاكم نعرفوهم في الدين بتاعنا اللي ثبط المسلم لما ياخذ كرة على الكافر شكون اللي بدا يثبط واسم اخطاكم مش يقتلوكم مش نعم قالوا لا تنفروا في الحر شكون لا قال لا تنفروا في الحر المنافقين شنو هي الاخرى الايات كثيره في المنافقين هم اللي ثبطوا كيفاش لو اطاعونا ما قتلوا لو كانوا سمعوا كلام ما تقتلوش منافقين راه القران نص قراني راه مش نحكي لواحد نص قراني لو اطاعونا ما قتلوش قالوا منافقين وقت صارت غزوه احد قالوا كان سمعوا كلام ما خرجوش راه ما تقتلوش منهم المسلمين هاو يقولوا فيه تبع فلسطين قلتكمش كنقول لكم منافقين راه فعل منافقين لا غير لا غير بالضبط يطبقوا في الايات القرانيه على انفسهم كرمش ضربوا انا جيت من قتل لو كانوا لو أطاعونا ما قتلوا بالضبط لو أطاعونا احنا كل ما اختاكم هذه اختاكم استضرب امره معنا قوه كبيره باش يردوا عليكم الضربه وباش يقتلوا منكم اختاكم الواه اقعدوا كيك اقعدوا خلي يتمتع العدو بالارض الفلسطينيه واحنا نقولوا اقعدوا يا من عاش اللهم نعوذ بك من النفاق واهله هذوما معناها ما فيهمش خير اصلا كان فيهم خير يدعموا ويدعيوا ويشجعوا بما يستطيعون اما دام فيش خير كان يثبط تثبيط يعني تثبيط العزاء عكس المطلوب منه فسيروا هو هذا كل باش يعدلوا بسهل المنافقين يعيشوا اذل عيشه المنافقون ورب يعطيهم في نهار نهارات يعطيهم حقهم راه اما أنا توي يكشفهم ربي ممكن تصير حاجة ربي يكشف بها معناها ونبلوكم بالخير والشر فتنة هذيك هي فربي يعطينا ساعات أمور بين المنافقين وبين الأمثال وبين الناس اللي هي ما تجيش وأشبه الرجال أنا ظاهر طبعا تشوف مواقف من مواقف تعرف بالمواقف تعرف
فما ناس حتى بكلمة كبش يتكلم يتكلمش. ماذا بي يطلع يقول اسمع يا أخويا شبيكم على إسرائيل خليهم رايزين قتلتوا بشرة ونقصوا على الصهاينة مضطهدين ناقص مش يقول هكرا وماذا بي كان يقول تقول أما خاطر الشعب يدور عليه والناس يدور عليه لكن أنا ما ساكتوا بر الصمت الصمت يفيد الرضا. معناها في محل لازم تتكلم وتبين وتعبر يا الصمت معناها دليل انك خلاف ذلك. فهنيئا لمن ناصر المسلمين لاسترجاع حقوقهم وتعسا وسحقا لمن قام بخلاف ذلك وما يعيش الا معيشه ضنكا ويحشر يوم القيامه اعمى ووعد ربي باش يتم راه هانا ربي باش يبين المنافقين ومش يبين الناس اللي هما ضعاف الايمان اذا كان مازال عندهم ايمان ويبين الناس اللي بحق اللي هما مازال عندهم معناها ما يقولوا في ارواحهم في مثل هذه القضايا الشائكه. فلذلك نسال الله ان ينصر اخواننا في فلسطين وان ينصرهم وان يقمع اعدائهم وان ينتقم من اعدائهم وكل من ساندهم ايضا كل اعداء وكل من ساندهم. أنا كيكا باش تشمل الناس الكل المش مرجلين طيب نتوقف عند هذا الحد. أوكي وصلنا للوجه الثامن من أوجه ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجاحة عقله فيما يتعلق بتعامل الأعداء في الحروب وغيرها. فهذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم مش نقرأ جزء بسيط جدا خاطر لازم نمشي أربع ساعة تمشي أقل ترجي عرش و يعني خمسة دقائق وقف عند الموضة أو فما فصل ليه.